بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان الأربعاء تسعير بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد. في خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً. تسعيرة الدولار أنا بالنسبة لي أحسن، هيك ما بيعودوا كل يوم بحطوا لنا سعر، خلص نعرف هذا الغرض حقه دولارين، يعني خلص كل يوم نفس الشيء، مش يوم بيصير هالقد، يوم أغلى يوم أرخص. وأعلن وزير الاقتصاد أمين سلام في منتصف شباط فبراير أن محلات السوبر ماركت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق السوداء، وقال إن على كل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه. فجأت أنه صاروا كلهم دولار، ما لقيت شيء باللبناني، وهلأ أنه كل شيء بدي أقعد أحسبه قد بيطلع على اللبناني، فهي كمان لبكة على المواطن. ومنذ بداية العام الحالي تسجل الليرة تدهوراً متسارعاً، إذ لمست الأسبوع الحالي عتبة 90,000 للدولار مقارنة مع 60,000 في نهاية كانون الثاني يناير. ومنذ بدء الانهيار ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجياً، وسجل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332% عام 2022 وفق تقرير للبنك الدولي. كل أسبوع أو كل يوم عم يغلوا أكتر وأكتر، حتى لما كانوا بعضهم باللبنانة عم تلاقي في فرق بين محل ومحل، يعني مش كل المحلات عم بيكونوا مسعرين نفس الشيء. حتى هلأ لما يقلبوا على الدولار ما بعرف إذا الكل حيكون مسعر نفس الايتم يعني بنفس السعر، سو ما بعرف إذا حيكون منظم هيدا الشيء. وتعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.